نرحب بكم مشاهدينا الكرام واولى حلقات برنامجكم صاحب السعاده. صاحب السعاده ليس مجرد اسم، من هنا سنبدا معكم سرد اولى خطوات الحلم واول سلم النجاح. في برنامجنا صاحب السعاده سنتعرف على موهبتك ومجال عملك ونجاحك وانجازاتك لتكون قدوه لكل من اراد النجاح والوصول. في برنامجنا صاحب السعاده سندعم كل ما هو جميل في وطننا الحبيب. واولى حلقات برنامجنا صاحب السعاده يسعدنا ان نلتقي بضيوفنا الكرام الاستاذه الشاعره الكبيره سميره الاسريجي مؤسسه رابطه ابناء ماما نونه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. والاستاذ الشاعر الكبير علاء رمضان ابن محافظه الجيزه قريه قنبله مركز كرداسه. اهلا وسهلا بك. اهلا بك استاذ احمد. في البدايه انا سعيد جدا بوجودكم معايا النهارده ومنوريني ومشرفين البرنامج. في البدايه حابين نعرف متى تم تاسيس رابطه ابناء ماما نونه لدعم المواهب. احنا بدأنا من 2010 تقريبا، صغيرة كده لعدد محدود من المواهب، لكن بعد كده بقى زادت معانا المواهب واتفعلت الأنشطة بتاعتها من تقريبا من 2013. لو حابين نقول، انا عارف ان الأنشطة ما شاء الله يعني في مجال الغناء والإنشاد والتمثيل والمسرح، لو نقول ايه اصعب نشاط مر على الرابطة؟ هو المسرح، لان كان بيبقى عندنا ازمه في ايجاد المكان اللي نتدرب فيه دايما ونعمل فيه بروفاتنا وكده، والعروض بتحتاج مجهود كبير جدا، والنصوص اللي بنقدمها كمان كانت بتحتاج ان احنا ننتقيها بشكل جيد. يعني احنا بنشوف دايما ما شاء الله في رابطه ابناء ماما نونه لدعم المواهب ترسيخ حب الوطن من خلال الشعر والمسرح، حتى بيكون في اللبس احيانا بيكون في، شفنا شباب كتير لابسين علم مصر على شكل لبس وعلى شكل على المسرح عموما، يعني ككلمات شاعر بنشوف دعم الوطن وترسيخ حب الوطن للابناء الصغيرين وللشباب، فده شيء عظيم جدا. يعني من خلال برنامجي اشكرك عليه جدا جدا جدا، لكن دايما بتقابلنا صعوبات في ايجاد المواهب او تنميه المواهب، يعني عايزين نقول كيف يتم تنميه المواهب. انا عايزه اقول لك احنا مش يعني احنا في الاول مش احنا اللي كنا بندور على المواهب. المواهب هي كانت بتسمع عن رابطه اولاد ماما نونه وعن النشاط اللي بيعمله، بنتقابل معاهم في بعض الندوات والحفلات، فهم اللي كانوا بينضموا لينا. على قد ما بنقدر كنا بنتيح لهم الفرص ان هم يحققوا احلامهم. اولا بننتقيهم اخلاقيا، دي اهم حاجه طبعا، عشان لما يتحطوا مع بعض ما حدش فيهم ياثر على الثاني. كنا بننتقي الاعمال اللي بنقدمها لهم ونعلمهم عليها عشان يقدموا حاجه كويسه، حاجه ليها رساله، مش مجرد ان هم بيقدموا فن وبيعرضوا موهبه وبس، لا، احنا عايزين نقدم رساله ان اي موهبه تقدم حاجه ليها قيمه، مش مجرد انها بتطلع الحاجه اللي جواها وخلاص. يعني والحقيقه الرابطه هي النموذج المثالي لتعليم حب الوطن للشباب، وشفنا ده كتير جدا وبنشكر حضرتك عليه. ننتقل الى الشاعر علاء رمضان ابن قريه قنبله مركز كرداسه، وشفنا الحقيقه من اول ما نزل البوستر بتاع البرنامج كم الحب والمحبه للشاعر علاء رمضان في قريته، وهي بالمناسبه قريه نجم النادي الاهلي افشه صاحب القضيه، فده يمثل لك ايه كشاعر؟ والله يا بلدنا ما شاء الله عليها بلد معروفه، فيها ناس متعلمه من مهندسين لدكاتره، زي مثلا مش عايز انسى حد، يعني مثلا اشهرهم افشه كابتن عبد العزيز السيد، الاستاذ محمد اشرف الاعلامي. قرية قنبرة دي حاجة كبيرة ليا بالنسبة لي، أنا كداعم ليا كشاعر، قرية قنبرة هي اللي وقفت جنبي. صفحة قنبرة الرئيسية ماسكها الباشمهندس محمد صلاح، كان أول واحد يدعمني في 2017. قرية قنبرة وقفت جنبي في كل لقاء كنت بطلعه، بيتفرجوا عليا، ينزلوا بوستات عن اللقاءات بتاعتي، دي حاجة كانت بتفرحني. يمكن أكتر صحابي ما بيتفرجوش على البرنامج لما بطلع، ولكن اهل قنبره، الناس الكبيره، الشباب الصغيره، الستات الكبيره، عيلتي، عائله، انا من عائله اسمها عائله ابو سعد الله، عائلتي بالكامل بتتفرج عليا. ده بناء على ايه؟ على صفحتي وعلى صفحه قريه قنبره. طبعا حابين نوجه لهم كل الشكر والتقدير. الشاعر علاء رمضان حائز على عديد من الجوائز، ويمكن اشهرهم مركز اول شعر عمي في مكتبه دار الكتب والوثائق القوميه. فحابين نعرف ايه افضل مسابقه شاركت فيها؟
والله افضل مسابقه شاركت فيها كانت مع ماما نونا طبعا في 2018 في دار الكتب الوثائق القوميه، صح؟ كنت داخل بنص اسمه كشر الزعيم. يمكن النص ده يعني من اكتر النصوص اللي بحبها لقلبي. هو الحقيقه لاقى رواجا كبيرا يعني. الله يخليك. طب حابين نسمع، لو هنسمع القصيده دي دلوقتي كشر الزعيم؟ تمام. حابين نسمع كشر الزعيم بس ما تجوعناش. بتقول معالي الجميلة أشوفك بخير، خلاص من النهاردة هنام بدري جدا، هبطل نزولي في 5 إلا تلت، هبص المكاسبي فأقول رب زدني، هبص لعيونك وأقول لك خسرت، يديمك يا حلوة أداة الجريمة، يديبن المغفل وكبش الفدا، أمنت إن طايش وحق الهزيمة، في حق إن أقول لك جبرت كده، طاقم الدكاترة ما شافش اللي فيا، مفيش طب يفهم في كسر الخواطر، مفيش حد يقدر يعالج فدائي، فراق نصف جوه مفرتك دماغي وصورتك بتظهر مسكن مؤقت، في شات بينا مثلا جواب كنت كاتبه اخر زياره لكشر الزعيم، حليم يومها قال لك هغني الحليم لكنك رفضت وطلبت ان اغني، كان اللي مسك شفاكي وقتلني وساب سهم حزنك في مطلع قصيدتي، يا ريتك ما سبت وكسرت الصبي، طب قربي واستغربي ما سألش ليه، يمكن نسي يمكن قسي او حد غيرك حن ليه، ابقي ابعدي وتعودي انك مجرد ما تشوفيه تنسي السلام، تنسي الهزار والابتسام، وبيسألي نفسك سؤال كان يقصد ايه وقت ما قالوا انه يمسك مهما سبتي، ان الامر لما اكتمل اترسم في عيونك حبيبتي، ان كان عليه لا هو خاين ولا كذاب، مدام قفلت مرة الباب ما تستنيش يقف بره، وانا مش شايف القصة هتفرق حلوة او مرة، ما تقربيش غمي وسمي لا تتسمي من الحزن ومن الضيق، يمكن ما كنش بريء لكني مش غلطان، جايز تقولي سكت كلكت المشهد خارج واحدة وتلت وكسر دقايق من وقتي، دلوقتي الساعة بتتلكع مش عايزة تأثر يوم بعدك، والليل بقى صاحب وقت الليل، اشكيله يقول لي اجمد يا اصيل ويا ريت نجمت، والاول مرة يا عم الليل ابكي في احضانك علشان بنت، والله ما سبت والله ما سبت ولا تسليت، حبيت اتحب ما حبتني، حلفت هتكمل وسابتني وصابتني بسهم ما زال جوه، مكسور وبعافر بالقوه، عايش بستنزف في المناديل، لو تعرف لو تعرف بس يا عم الليل ازاي الفرقه بتكسرنا، والله يا سيدي لا تعذرنا وتطبطب اكتر من الاول، القصه بتعند وتطول وسيرتها الذكر على لساني، لما انت مشيت وسبتيني سبتي للكسر اللي اذاني، وبرغم ده كله يا بنت الناس بدعي لك سرا في اذاني، سيرتك ما تعدى على وداني، صورتك مطفوط من قدامي وان سيرت اتفتحت لاصحابك، اتمنى تقول ما يرضي الله، ده انا كنت حياه وكفوف شايلاك في وقت الحزن، انا كنت الضحك وكنت الحضن وحاجات لا بتحصى ولا تتعد، قدمت عشانك سبت وحد ما لقيت غير دمع وكسر قلوب، وانا قلبي ازاز مش قد الطوب ولا قد الشرخ اللي شرختيه، الشارع عيط من الوحدة وقت ما لقاني بتولي ماشي، ما كنتش بخون فلاش الصور، ما كنتش بصور عيونها بحذر، فلاش بنت كوثر بيلقط سكر، في ساعة تجلي الشاعر مهزأ، شافك ما صدق يكتب قصيدة، جميلة وجديدة وتنفع لكاتب، وكاتب عليك البنت القصيدة، مبارك عليك كسرت المغفل، مبارك عليا كتبت القصيدة. عظيم جدا عظيم جدا. وعلاء رمضان من من الشعراء المميزين جدا في رابطه ابناء ممنونه، ويعني بقالك كام سنه في الرابطه؟ بقالي من حوالي في 2017 2017 يعني او بقالي 6 سنين. طيب ما شاء الله حاجه مميزه جدا، وانا وحاجه شيء نتشرف ونفتخر بيه يعني. نرجع لممنونه الاستاذه الشاعره سميره الاسريجي، وهي عضو اتحاد كتاب مصر، ولديها من الدواوين 4، وان شاء الله باذن الله هي بتجهز وتحضر الديوان الخامس في معرض القاهره القادم. عايزين نتكلم ايه اقرب ديوان لقلب ماما نونا؟ والله كلهم كلهم. هي في اول ديوان ده انا كنت عاملاه باسم حفيدتي اسمه قلب شروق، والديوان الثاني كانت اول قصيده فيه باسم حفيدي ثاني، وفي قلبي ما بين يدك الثالث، والرابع ده يمكن كان فيه جدال شويه لانه اسمه نص راجل،
فهو بيتكلمش يعني عن ما بيهاجمش الرجال ولا حقيقة المضمون نفسه. المضمون نفسه ان هو لا يهاجم الرجال، لكن لا خالص، لا لكن لا هو خالص. اسم كده يعني كل الناس اللي قرأته عارفة، لكن دايما في ديوان هو الأقرب لماما نونا والأفضل لماما نونا. كان في وقت صعب، كان لديك كثيرا من الصعوبات وانت بتكتبي الديوان ده او هو بينزل. قلب الشوق، قلب الشوق الديوان الاول. ده الديوان بتاع حفيدتك، بتاع حفيدتي. طيب يعني لو هنسمع تجربة جديدة. لو هنسمع من حضرتك حاجة من قلب الشوق، نسمع ايه من قلب الشوق؟ ممكن نقول انا حواء، ولو انا برضو مش عايزه اخش يعني في الجدالات بتاعتي، لكن انا حواء وادم طبعه حيرني، ينام الليل وانا صاحيه وبالحيره يسهرني، احاجي عليه من النسمه وفي القسمه بيظلمني، يشيلني من حساباته فعيني اشيله ونني، ولما اصبر على عناده اخاف من غدره ليبعني، وقلبي من الالم يبكي وكل الكون بيسمعني، لا بيسامح ولا يطبطب ولا بكلمه يطمني، يلوف على غيري ويتشغله اقول بكره هيرجع لي، ويرجع لي ويحكي لي مغامراته ويسمعني، وبتبسم وانا هاديه ونار جوايا تحرقني، يدوق الشهد من ايدي ومر الصبر دوقني، انا حواء وفات صبري وايه غير صبري ينفعني، ما انا حواء. الله الله الله، عظيم جدا جدا جدا. هنخرج لتقرير لرابطه ابناء ماما نونا، في طبعا مجمع لصور المشاركين في الرابطه، انتظرونا. دي بركه كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها، سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكره بشروطك دي بشرة خير، قوم نادي عالصعيدي وبناخدك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمت رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحلاوي اللي ميا ميا والنوبل جمال، ما نوصلش السوايسة الدنيا هايصة كده كده، واللي اسمع علاوية يا مكان العدا، كلمني عالشرق وقولنا ويا بعض اقوى، واحنا ويا بعض حضراتكم من التقرير. كل دول كانوا من رابطة أبناء ماما نونا، وكل دول شباب مصر. نرجع للأستاذة سميرة الإسريجي، حابين نعرف أبرز الحفلات أو النجاحات اللي مرت بيها الرابطة عبر تاريخها.
بداية أول حفلة كانت بالنسبة لنا أول خطوة نجاح زي خطوة نجاحك دلوقتي يا أحمد، ربنا يوفقك يا رب. ده شرف ليا ودي يعني حاجة أسعدتني جدا جدا إن أنا أبقى قاعدة قدام حد من أولادي ونجوم رابطة أولاد ماما. طبعا ده إحنا نتشرف جدا بوجودك وبدعمك لينا دايما ورابطة أبناء ماما نونا وكل الولاد الشطار الجدعان اللي حققوا نجاحات ووصلوا، كل ده بدعمك وبتوجيهاتك وفضل ربنا ثم فضلك انت. فنروح للشاعر علاء رمضان، دايما كل نجاح وراه جندي مجهول، فمن الجندي المجهول اللي وراه نجاح علاء رمضان في كل مشواره وفي كل حياته؟ في الحياة ولا في الشعر؟ خلينا نتكلم عن الشعر. هو في الشعر طبعا ست الكل ماما نونا، والشاعر أخويا الكبير الشاعر أدم حساسين، اما في الحياه ابويا والدك، هو دايما اللي بيدعفك دايما اللي بيدعمك ودايما واقف جنبك وفي كل حاجه. في كل حاجه ابويا صاحبي، ما فيش اختلاف عن كده، يعني اقرب وصاحب ليا ابويا. علاقه صداقه اكتر من ان هي علاقه اب بابنه. بالظبط كده. لا نوجه له تحيه كبيره جدا طبعا من خلال برنامجنا هنا. عايزين نوصل رساله لكل الشباب الشعراء القادمين، نحب نقول لهم ايه من خلال الاستاذة سميرة الاسريجي؟ نقول لهم ما تمسكوا باحلامكم وبطموحكم وبتحقيق كل الحاجات اللي بتتمنوها، ومش صعبة تحقيق الحلم، مش صعب، هو بس محتاج مجهود واصرار، وان شاء الله ان شاء الله عند تحقيق الحلم بتبقى الحياة مختلفة خالص والعزيمة بتبقى اقوى. طيب طبعا كل ده عايزين نوصل رساله للشباب الثانويه العامه دلوقتي، الناس اللي هي زعلانه بمجاميع كانت بتحلم بيها وما جابتهاش، ان ده مش نهايه الطريق وان ده بدايته، ومش شرط انك انت تبقى دكتور او مهندس فتبقى ناجح في حياتك، ممكن تبقى جايب 50% وتبقى ناجح في حياتك وانجح من الدكتور. فنحب نقول لهم ونوصل لهم رساله، نقول لهم ايه؟ نقول لهم ان الدنيا ما بتقفش على حاجه، لكن احنا نحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. والنجاح حلو حقيقي، بس النجاح مش بيجي هباء، يعني لازم يبقى عليه، نشتغل على نفسينا من الاول، لكن اذا ما حصلش توفيق من ربنا فعلينا ان احنا نحاول مره واثنين وثلاثه، وان شاء الله يبقى النجاح اكيد موجود. يعني ان شاء الله كل التوفيق لطلاب الثانويه العامه وكل الطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية جميعا يا رب. كل التوفيق ليهم ويحققوا دايما نجاحات. نروح للشاعر علاء رمضان. لو هنقول قصيدة، أنا عارف أن طبعا أنت متأثر بغياب وفاة عمك الله يرحمه من فترة قريبة جدا، فنوصل رسالة هنا ونقول إيه؟ أنا كاتب له حاجة صغيرة كده ممكن أقولها له. اتفضل. تقول: عمي، عم العزيز المحترم، رمز المحبة والكرم، بصري في توديع الحرم معرفش ينعيه في الوداع، عمي ده قلبه ساع كل البلد، كان لينا ظهر وكان سند، رب البنات رب الولد على انه ياكل بالحلال، عمي نحت صخر الجبال علشان يكفي اسرته، ما يشوفش عيل من عياله مكسور مبين دمعته، عمي عم العزيز المحترم، رمز المحبة والكرم، بصري في توديع الحرم معرفش ينعيه في الوداع، عمي ده قلبه ساع كل البلد، كان لينا ظهر وكان سند، رب البنات رب الولد على انه ياكل بالحلال. مش قادر اكمل. نروح للاستاذ سميرة الاسريجي. حابين نقول قصيدة في حب الوطن، ودايما من خلال رابطة دايما بنرسخ حب الوطن في الابناء وفي الشباب الصغيرين، فحابين نوصل رساله عن طريق قصيده شعر. احنا طبعا دي كانت الاساس بالنسبه لي، معظم اعمالنا كانت اعمال وطنيه، لان احنا كنا بنشارك في معظم المناسبات من الصلاه والاحتفالات وكده، فممكن نقول الحلوه دي من قلب شوق، برضو من قلب شوق. الحلوه طار شالها رفرف على جبينها، أحمر بلون الورد زاين محاسنها، أبيض كما قلبها والفرحة في عيونها، أسود كما كحلها مفروض على جفونها، أسود على كل حاسد
بعين الغدر بصلها والنسر تاج راسها والمولى حارسها وعريسها واقف هناك حارس على حدودها فاتح عيونه ولونه لون أرضها وعودها قلبه أخضر من الخضار اللي فرش غطها شامخ على مركبة مقدفها كان مدفع واقف في وش العداء أصل الولد مجدع من نيلها جاب ميته وفي أرضها بيزرع مكوي بنار شمسها مكوي بنار شمسها وفي قلبها بيوجع ده نغاب في يوم عنها يشتاق لها ويرجع الحلوة الحلوة طبها بطهر شبابها متحني واما تناجي حبيبها تسمعها بتغني تلاقي قلبك بيرقص ويقول لها تهني عايش عشانك انا ومنك وانت مني افجي بروحي ترابك واثبت كمان اني محفورة صورتك في قلبي مرسومة بنني وموت انا واندفن وعمرك ما تتزلي ويفضل جبينك فوق والكعب متحني يا حلوة يا مصر. الله عظيمة جدا 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 ودايما من خلال قصائدك ودواوينك بنشوف حب الوطن وترسيخ حب الوطن في الابناء دايما في جندي مجهول زي ما قلنا الشاعر علاء رمضان في جندي مجهول في حياه الاستاذه سميره الاسريجي ودايما داعمها ودايما واقف جنبها مين الشخص اللي تشوفه هو داعم ليها في كل مجالات الحياه والله في حياتي الخاصة طبعا زوجي وأولادي وأحفادي دلوقتي بالنسبة للربطة كان كتير جدا جدا دعمونا من أول بعض الوزراء لحد الأساتذة الشعراء اللي كانوا بيتابعوا الولاد لحد الفنانين طبعا الأستاذ هاني نجم ما ننساش دوره كبير في ربطة أولاد ماما نونا طبعا في كل العروض اللي عملناها ولأنه كان كملحن وإحنا بنحييه وبنشكره كملحن كان بيدعم الولاد جدا وكان بيبقى سند ليهم وفي ظهرهم في كل الحفلات فناس كتير في الرابطة بصراحة يعني كانوا بيدعمونا معنويا إن شاء الله كل التوفيق فيما هو قادم شاعر علاء رمضان تحب آخر رسالة توصلها للناس اللي داعمين ليك ودايما واقفين جنبك ومن خلال قرية كمبرة وكل الداعمين فيها والله أنا بشكرهم كلهم الناس دي كلها وقفت جنبي قرية كمبرة كلها كل الشكر ليكم وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله في نهاية لقائنا بنشكر ضيوفنا الكرام حابين ننهي اللقاء بقصيدة وطنية محبة للوطن من الأستاذة سميرة الإسريجي كان معكم أحمد عز في صاحب السعادة وانتظرونا في سعادة جديدة دمتم بخير تفضل بيسألوني يعني إيه كلمة وطن هو الوطن في قلوبنا كلمة ولا اللي بيننا وبينه كلمة الوطن معنى وحقيقة حب ليه بمليون طريقة حتى أحلامنا البريئة عارفة إيه معنى الوطن الوطن نشتاق له فيه ننجرح لجل ندويه الوطن لما ينادي ننحني ونبوس إيديه جوه قلبي وعيشة بيه حب لتراب الوطن جوه قلبي وعشت ليه هو ده معنى الوطن.